يصل في هذه الأثناء موكب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للإشراف على إحياء اليوم الوطني للشغل بالمركزية، اليوم العالمي للشغل بالمركزية النقابية. إذن نتابع هذه الصور المباشرة التي تصلنا من أمام المقر المركزية النقابية دار الشعب، حيث يصل في هذه الأثناء موكب السيد رئيس الجمهورية. إذن كما تتابعون، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل من قبل رئيس مجلس الأمة السيد صالح جوجيل ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب ووالي ولاية الجزائر. في هذه الأثناء يصل السيد رئيس الجمهورية إلى مقر المركزية النقابية، ويضع في هذه الأثناء السيد الرئيس إكليلا من الزهور ترحما على الراحلين عيسى إدير وعبد الحق بن حمودة. صور مباشرة تتابعونها من مقر المركزية النقابية دار الشعب، حيث وصل قبل قليل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى هناك، وفي هذه الأثناء قراءة الفاتحة على أرواح الراحلين.